وفاير بيز. دلوقتي بقى عايزين نرفع الصوره، قلنا في طريقتين، يا تسجل الصوره جوه الداتابيز، يا ترفع الصوره على سيرفر خارجي اللي هو في سيرفر اسمه فاير بيز. السيرفر ده عشان تتعامل معاه واحد لازم تخش على الجيميل ويكون ليك اكونت على الجيميل. نعمل خروج. مش هينفع هنروح عاملين كده استخدام حساب اخر. هنعمل اكونت بسرعة. احنا كار سنتر صح؟ كار سنتر ايه الباسورد احنا بنستخدمه دايما ايه؟ ايه 7 8 9 صح كده؟ بص بقى يا سيدي، تروح كده تفتح بقى الفاير بيز. ركز، تفتح بقى فولدر فاير بيز. انت عملت ميل اهو، كل اللي عايزك تدخل على الميل فقط لا غير. خلاص كل اللي انا عايزك تدخل على الميل بس. دخلت عليه، خش على فاير بيز هتلاقيه اوتوماتيك دخل بكار ايه سنتر. هتروح عامل كده جيت ستارت. فري على طول على فكره. فري على طول. هو ده الميزه اللي فيه. بس يوم ما تحب تعمل بقى الداتا كبرت والدنيا عندك بدات تتقل، لا اعمل ابجريد لي. هتخش ايه؟ وفي باك فور اب كمان. بس الفاير بيس تبع جوجل الوحيد اللي نزل، تبع جوجل الوحيد اللي نزل، ونزل هو نزل في شهر 12 2016. كان اول حاجه ليه، وعمل تحديث تاني يومين اللي فاتوا. انا ما بصيتش على جيت هاب، ما اشتغلتش بيه، بس في ناس زمايلي شغالين بيه. بس عيبه زي ما قلت لك، الميزه الوحيده اللي فيه انه ريال تايم. ريال تايم، ان اول ما تبعت داتا تظهر اوتوماتيك لو انت شغال، لو انت فاتح دلوقتي لسته الايه؟ الماركات. اول ما اضيف ماركه جديده الادمن بيضيف تلاقيها ظهرت قدامك. مش لازم يعمل ريفريش. هي دي الميزه الوحيده اللي فيها، عشان كده بقول لك بيستخدموا لي الشاتنج كتير جدا. ما هو الشاتنج ريال تايم. شويه انك لازم اعمل ريفريش الواتساب؟ لا، كل ما انا شغال معاك اونلاين اقدر ابعت على طول مع بعض. تمام. اول حاجه تظهر لك كده اد بروجكت. هتروح حضرتك حاطط هنا اسم البروجكت بتاع حضرتك، كار سنتر اب، ده اوبشنال. بعد كده ايجنت، كرييت بروجكت. هيقول لك اديني الباكج نيم بتاعه الابلكيشن بتاعك. غيروه خالص. قال لك اول حاجه هنا الابلكيشن بتاعك هيشتغل على اي او اس ولا اندرويد ولا ويب. هنقول اندرويد. قال لك اديني الباكج نيم اهي. هي دي. طب ليه هو بينشئ لك ملف كده ويبعته لك دلوقتي؟ بعد كده الباقي اوبشنال. ريجستر اب، اول حاجه نزل ملف مين؟ ملف دوت جوسون. في لغه اسمها جوسون، في لغه اسمها جوسون عامله زي الاكس ام ال كده، شبهها شويه. خلاص بتشيل داتا، بتشيل داتا. طيب الملف ده بيعمل عمليه كونكت ما بين الابلكيشن بتاعك والفاير بيز. بس قال لك لازم تحطه فين؟ في الاب. لازم قول له داونلود، هينزل قدام حضرتك اهو. ده بشع.
طب طبعا بص، هو نزل بواحد فانا هضطر اشيل اللي موجودين، عشان بص نزل جوسون واحد، فهو من الواضح انه لقى حاجة قبل كده جوسون، فانا هشيلها اهي، هحمله تاني اهو. ايوه هو ده كده، فاهم؟ واخد بالك؟ عشان هو بيدور على جوجل داش سيرفيس دوت جوسون، اما احنا كان نازل داش سيرفيس ايه؟ واحد، عشان كده انا حذفته. كونتينيو، قال لك ايوه. خد بس الاول الحاجه اللي قال لك عليها، قط، روح لفولدر حضرتك، كليك يمين على الاب، شو ان اكسبلورر، تروح رزع بيست هنا جوه الاب. سوري، جوه الاب. تمام، تيجي تكمل. قال لك علشان اول حاجه الخدمه دي لازم تشتغل مع جوجل سيرفيس، لازم يكون مكتبه جوجل سيرفيس عندك. طب مكتبه جوجل سيرفيس دي فين حضرتك؟ لازم تكون في الاس دي كي مانجر، تتاكد من هنا من اس دي كي تولز جوجل سيرفيس متعلم عليها. محتاجه ابديت، مش مشكله. خلاص، قال لك خد الفايل ده، اد ذس لاين فين؟ بيلد جريدل. بيلد جريدل بتاعت مين؟ طيب تعال اهي، دي ولا دي؟ اهي، قال لك اضيفها فين؟ تحت الديبندنس اهي. هو راجل محترم بصراحه. تمام، ايه؟ لا مش ضايفها، دي حاجه ثانيه. هنا المديول ضيف لي دي جوه مين بقى؟ اهو فين؟ قال لك ايه؟ اد تو ذا بوتوم فايل، اخر الفايل اهو. سينكرونايز ناو وربك استر. ال 3.1 ده جددوه، احنا كنا شغالين على 3.00، فهم نزلوا مكتبه جديده، فانا خايف تكون الاس دي كي بتاعنا محتاج ابديت ليها. اللي هي دي؟ لا لسه لسه، ما تقوليش خلاص غير لما يخلص. اللي هي دي يا جماعه ايه؟ اهي، لا المكتبه، المكتبه مش الاندرويد. 3.1.0، احنا شغالين على 3.0. ده احنا، ده انا اوريك بابلكيشن عندنا كنا شغالين على 2. شهر 7، الكورس بتاع كان شهر 7، الحمد لله. تمام كده؟ كده عمل، كمل بقى. فينش، شوف قال لك ايه، دوس على ايه؟ سنكرونايز. معايا يا محمد؟ بعد ما تخلص دوس على سنكرونايز. فينش، ادي الابلكيشن اهو اللي هو ادمن كاري سنتر. خش عليه كده اكشن. فين بقى الستور؟ ايوه الداتا بيز، يا رب يكونوا غيروا الشكل الداتا بيز. جيت ستارتد، هي نفس الشكل، شوف ماشيه ازاي. تري، تمام. طيب كمل بقى، انت كنت ليه عامل الفاير بيز؟ عشان نرفع صور. تمام، الصور دي قال لك في الاستورج. خدناش يا اخت نورهان، خلاص ستورج اهو. جيت ستارتد، قال لك عشان تضيف لي الستورج محتاج، والله ده دي حد عملها دي، لا ده دي ما كانتش موجوده، ده انا لففتنا حوالين نفسي دي. قال لك خلي بالك عشان تضيف الستورج لازم تخلي الاوثنتيكيشن هنا ريد ورايت لا يساوي نال اهي. جو ات، يعني ايه لا يساوي نال؟ ديت لازم تكون مسموح بيها، مسموح انك ترفع ريد ورايت، يعني تقدر تقرا من الفايل وتكتب من الفايل. الرولز اهي، اهي الاوثنتيكيشن اهي ريد ورايت، بس احنا كنا المفروض هنا
بنكتب ترو بابلش غلط. ايه؟ لا ريد ورايت. لا كنا بنكتب ترو قلتش غيره دي عشان اخلي السيرفر اقدر ارفع عليه داتا. اهو تلاقي 1000 مليون حد هيرد عليه. ايوه يساوي نال. هو اللي راضي ده طبعا، هو حد ده غيره هيرد كله في ده واحد ستاك فوق الهدوم. قال لا اريد رايت بس. ماشي صح خلاص ماشي. بابلش تمام كده. اهي رولز بابلش بيقول لك هنا اني وان بيقول لك يور سكيورتي. انت خلي بالك انت خليت اي حد يقرا وايه يقرا الاستورج. ماشي ما هو ده اللي عايزه. رولز الاستورج تحرك هنا، الاستورج تحط هنا، قال لك عمليه تنظيميه تعمل فولدر. ده هيقعد يقرفك بقى كل شويه دي. تمام عمليه تنظيميه تعمل ايه؟ تعمل فولدر. قال لك فولدر اسمه images. add folder. تمام كده؟ طيب تيجي بعد كده عملت فولدر اهو. تعالى بقى نشوف الكود اللي هيرفع الصورة. قال لك أول حاجة كده حضرتك شغل لي مع الاستورج بتاع الفاير بيس. قال لك لازم تضيف المكتبات بتاعت الفاير بيس، الاستورج بتاع الفاير بيس. طب أضيفها منين؟ بص بقى الاحترام. الاندرويد هو اللي منزل عشان هو تبع جوجل. منزل حاجته. منزل حاجته كانت مش موجوده في 2.1. ايه؟ ايه؟ والله ده لسه ده بص تك على الصبر. خش على التولز. ايوه بص خش على التولز بقى يا ريس. عايز يا باشا تتعامل مع الداتا بيز سيف اند ريتريف. هضيف لك المكاتب دوس هنا بس وانا هضيفها لك في البيلت جريد. كود يا ريس السيف اهو. كود ده كود السيف. هرجعك بقى تاني. عايز تعمل الاستورج ابلود اند ايه؟ داونلود الكود بتاعه والمكتبه بتاع حضرتك اهي. دوس بس هنا كده. اضيف لك المكتبتين دول قول لهم بعينهم انا عايزهم. هتضطر كنت تضيفهم انت بايدك اهو. وبيضيف لك المكاتب اللي تتوافق مع ايه؟ مع النسخه بتاعتك اهو. دي اول حاجه. لا ده برنس الفاير بيس بصراحه. مع انه مع ان ناس كتير بس هو عيبه الوحيد بصراحه اللي مش ماشي بستراكشر ان الداتا مش مربوطه ببعض. هما هينزلوا تطوير ابجريد ليه في 12. ايه؟ يا ريت والله. ونفسي وزي ما انت شفت الداتا بيز عامله ازاي؟ اهو كده خلص عمل ايه؟ بص كده خش على البيلد جريدل موجوده اهم موجوده اهم. تمام؟ بص بقى كود الابلود اهو. كود الابلود اهو. كود الايه؟ معايا محمد؟ بص بقى ولا تقول لي احلى محشي في مصر ولا احلى حاجه، احلى فاير بيس في مصر. اهو. مش للدرجه دي، بس هو بصراحه بس اكواده كتير. يعني اكواده كتير قوي، بس الميزه ان هو قايلها لك. يعني الميزه انه مفهمها. تمام طيب تعالى بقى اهو ده الكود بتاع الابلود اللي هو اللي احنا هنستخدمه ده. ادي الكود بتاع الابلود اهو. هو نفس الكود على فكره انا واخده من عندهم اهو بس مزود عليه شويه حاجات اهو. بص اد اكشن ليسنر بابليك فويد اون سكسيس اهو. اهو تلاقي هنا فاير بيز اكشن ليسنر اهي هنا اهي اون سكسيد اهي
بس انا مزود عليه حته ايه البروجرس ده، يعني مش انت بترفع صوره هيبقى في لودنج، هخليه يعمل لودنج يرفع صوره. طب تعالى بقى نشرح كود الابلود ده. واحد هو هيرفع صوره لو الفايل بيز الفايل باص لا يساوي نل ينفذ كود، اما لو نل خلاص يرفع عادي. لو نل يبقى معنى كده ما اختارش الصوره، اقول له انسى انت كده بتتحرك، ده ارفع ايه اذا كان انت ما اخترتش الصوره صح ولا غلط. طيب اول حاجه عرف لي بروجرس دايل. البروجرس دايل ده يا مستر ادم اللي هو اللودنج، اللي هو شكل اللودنج تمام. بروجرس دايل وهيظهر على الاكتيفيتي. رقم اتنين التايتل بتاعه ابلودنج. رقم تلاتة بروجرس دوت شو تمام. طيب تيجي بعد كده عشان تتعامل مع الفاير بيز لازم تعرف متغير فاير بيز ستورج وسميناه ستورج. فاير بيز دوت جيت انستنس معناها ان بيأكتف على الابلكيشن. شوف كل الناس بقى بص بيتخانقوا على الجروب، الله يخرج من الجروب دلوقتي الكرسي اللي عشان تتلغى. فاير بيز ستورج جيت انستنس بيخلي الابلكيشن يتاكتف عشان يشتغل مع الفاير بيز تمام، بيديله بيرميشن بمعنى صح. بعد كده دخل على الفاير بيز ستورج، عايز انا ادخل على الفاير بيز ستورج جوه مين؟ براند. قال لك فبتعرف متغير اسمه ستورج ريفرنس ستورج، سميناه ستورج ريف ستورج دوت جيت ريفرنس، ده عشان يخش جوه. طب انهي بقى مكان؟ هقول له ستورج ريفرنس رايفر ريف اي اسم برضه، ستورج ريف دوت تشايلد اسم الفولدر. طب والصوره هتتسجل ازاي؟ قال لك انا مش هاخد الصوره بنفس ما رفعتها، يعني لو هي متسجله بي ام دبليو دوت جي بي جي الصوره مش هتتسجل بي ام دبليو دوت جي بي جي، امال هتعمل ايه؟ قال لك هيخلي الصوره تتسجل باسم البراند. كتبت بي ام دبليو بي ام دبليو دوت جي بي جي، افرض انت رفعت صوره اسمها ايمن دوت جي بي جي وجيت رفعت صوره ثانيه ايمن دوت جي بي جي هيعمل ايه؟ هيمسح التانية الاولانيه صح ولا غلط؟ فاضمن ان ما يحصلش ريبليس. قال لك مين الحاجه اللي ما بتتكررش؟ اسم الماركه. ما ينفعش انا اسجل اتنين شفر ليه؟ قال لك خلاص يا عم خلي الصوره تتسيب باسم الماركه. فاعمل ايه؟ رحت خدت الصوره باسم التكست بوكس دوت جي بي ايه؟ دوت جي بي جي. تعالى بقى هات الكود ده كده وامسح لك اللي انا مش عايزه عشان تبقى ايه؟ ده الابلود فايل ده كنا بنرفع بي دي اف بس كنا عاملين بتاع كتب كده. بص يا سيدي ادي هنا فايل شوزر اهو تيجي بعد كده هنا فين الفايل شوزر اهو شايف كله نازل صح ازاي؟ ليه؟ عشان المكتبات موجوده هنا. هكتب اسم الفولدر بتاعي اسمه ايه؟ اهو اللي هسجل جواه هيتسجل باسم تي اكس تي، ما عرفناش التكست اللي بره على الشاشه صح ولا غلط؟ اللي هو ده اهو اسمه ايه؟ براند نيم. اعمل له انشاليزيشن في الاون كرييت، اجي هنا اديت مين؟ ينفعش فايند، لازم اقول هاجي هنا بقى اقول الصوره هتتسجل باسم تي اكس تي براند نيم دوت جيت تكست دوت جي بي جي. قال لي ماشي اول ما يحصل ريفير دوت بوت فايل. بوت فايل يعني ايه؟ حط الفايل بقى. اول ما يحصل سكسيد اعمل للبروجرس ايه؟ ديسميس. ديسميس يعني اخفي الدايلوج اخفي اللودنج خلاص بقى ما هو اترفع. بعد كده قال لك طلع توست تقول لي ايه؟ الحاجه اتسجلت اترفعت. قال لك بعد ما اترفعت انا عايز الباس اللي رفع فيه عشان اسجله في الداتا بيس عشان يقراه، عايز الباس اللي رفع فيه المسار اللي رفع فيه الايه؟ الصوره عشان بعد كده احطه مع البراند عشان اسجله. يعني معنى كده يا ايمن هتضيف هنا حجر الصوره حجر للباص هات بس الابلكيشن ادمن ده الدنيا واسعه تحت
ماشي يعني شوي. هنزل بلان تكست وممكن تكست فيو كمان. تكست فيو تمام، ماتش بيرنت. طب كلام جميل. وبعد كده اسمه تي اكس تي باس، كلام زي الفل. هاجي هنا سيبك من الاخطاء دي، هعرف متغير تكست ايه تي اكس تي باس. بعد كده اعمل له انشاليزيشن، تكست فيو ده لازمته فيو دوت فايند ار دوت اي دي دوت تي اكس تي باس. تمام. تيجي بعد كده، تيجي هنا بقى بعد ما يرفعها عايز اجيب الباص بتاعها. قال لك الباص دايما بنعمله بطريقه ايه؟ يو ار اي، وسميته داونلود يو ار اي. عشان اجيب الباص تاسك سناب شوت دوت جيت ميتا داتا دوت جيت داونلود يو ار ان. الصوت ده بيعمل ايه؟ بيجيب الباص اللي اتسجلت في الصوره، الباص اللي اتسجلت في الصوره على الفاير بيز. بعد كده حطه لي فين؟ في متغير نوعه ايه؟ داونلود جوت سترينج. انا بقى هحطه فين؟ في التكست. لا التكست الاول لسه ما جابش الداتا بيس. واقول له جنريت بس كده. طيب كل ده هيتشال. ايه يا عم ده كله؟ ده كان بيسجل داتا في الفاير بيس، كان بيسجل بيانات. ده مش هيسجل بيانات، احنا اتفقنا هنسجل بيانات فين؟ في الداتا بيس بتاعتنا السيكوال سيرفر احنا عملناها وعملنا الاي ار وخلصنا. طيب في خطا؟ لا اقرا الخطا ده، بيقول لك ايه؟ This method should be accessed from tests or within private scope. يفضل ان مش مكانها هنا بس. should be بينصحك، مش مفيش ايرور، ده هو بينصحك. تمام. تيجي بعد كده وهنعمل ران دلوقتي. افرض فيلر يعني ايه؟ فشل في رفع الصوره. طل اعمل برضو مين؟ اغفل ديالوج وطلع لي توست بالرساله. يبقى كده لو نجح طلع لي توست انه نجح، وتقول لي براند ايمج هاز بين ابلودد، ضن بقى اي حاجه او سكسيد. طيب لو فشل طلع لي قول لي فشل ليه، عشان انا كمبرمج افهم. طب اسمعه وهو بيحمل، اسمعه بيعمل لودنج، عايزك تقول لي كام في المية؟ مش ده بيحصل؟ قال لك عرفت متغير من نوع دبل. عشان اجيب حجم الصورة تاسك سناب شوت دوت جيت بايتس ترانسفير، حجمها اللي هيتم تحويلها على مين؟ على التوتال بايت بايت كاونت. دي ده موجودة في الفاير بيس جاهزة، مش احنا بنقول حجمها على الإجمالي؟ هيطلع لك النسبة، وأنا أظهر نسبة البروجرس فين؟ جنبها كلمة وجنبها علامة في المية واللودين كده. طيب كلام جميل. سيف. لا برضو شوت بي. تمام. بعد ما بتخلص الكود ده كله فين؟ انا عايز احطه لما ادوس على الزرار. قال لك عرب بطل بي تي ان ابلود initialization. تمام كده. عندنا بيت هنا برود ولا لا؟ موجود. اعمل له اون كليك نيو فيو فايل ايه اسمها؟ فايل
ابلود صح؟ ولا ابلود فايل اسم الميثود، اسم الميثود ابلود فايل بس اسمه الكود اللي احنا عاملين نشرح فيه اهو. كود يختار الصوره، كود يظهرها على الشاشه بعد ما ترجع، كود يعمل لها ايه؟ جرب ران جيني موش. لا ده شوت، ده مش ايرور، ده بيقول لك بس يفضل اصل احنا حاطينها جوه زرار، هننادي عليها جوه زرار، فبيقول لك لا الحاجات دي ما تتحطش جوه زرار. بلاش حد لا لا بص ما وقفهاش، واخد بالك؟ اه ما هو مش هيوقفها بس هو بص اه لغاه. بص كده اندرويد داتا دي كيا كيا، المفروض ندوس ابلود بليز تشيك اني اتش تي بي ريزلت. محتاج مكتبة لا لا. طب حد معاه وصلة؟ هات وصلة كده. خليها النهارده والنبي. انا والله ماشي. سلام سلام. تعالى نعمل رن بقى كده على الموبايل. عايز ارد ليه؟ ما ردوش هنا. مفيش حاجة. اه لا ده هو لازم اوقف كده. رن. بس هو شغال على جيني موشن. المفروض ندوس كده. يلا فتح القلم معايا. اختار مثلا صورة، اي صورة، اسعار السجاير اليوم، بيقول له اترفعت انت خلاص كيا مثلا. المفروض ندوس ابلود بقى. بص عندي يحمل. هما لا قال لي ايمج سكسيفول، اصل هما هنا عارفين الداونلود، حتى لو دخلت على اي موقع ما بيردش.
راح طلع اليو ار ال لو باص الباص بتاعه، طلع الباص بتاعه تحتين. تعالى بقى هنا خشين نتاكد، سيبك بقى من اللي موجود على الموبايل، خش على البراند هتلاقي صوره اسمها كيا اهي، هتلاقي صوره السجاير، اسعار صوره السجاير، اسعار السجاير واخد بتاع. المفروض احنا ننزل صوره ايه؟ صوره كيا. مفروض كده الصوره اتسجلت، خدت بالك كده انت رفعت الصوره على الفاير بيت، تمام. طيب ممكن احنا بقى نسال بقى زرار ايه؟ السيف. اهم سرقت منك سؤال، تمام. عايزين بقى ايه دلوقتي؟ الصوره اتسجلت اهي، هو بس هيفضل ايه كل شويه؟ خلاص قول له مالكش دعوه، بيقول لك ان كل الناس بتاكسس عليها، عارف بدون الحركه دي مش هينفع، انت كنت قافل الاستورج. انا لما عملتها لي ري الاو ريد رايت، هو اللي هو قافل كده. ايه؟ ايوه لو انا عايز مثلا، انت عايز ترفع صوره زي ما مثلا الواتساب مش بنرفع صوره لينا؟ صح؟ يبقى خلاص بترفع صوره. هو لو بيقول اي حد ممكن يخش عليها ازاي يعني؟ اي حد واخد الباص يعني بتاع الايمج بتاعت الملف الجوسون. مش على السيرفر يا جدعان، ده مش احنا هنا. فين الاب اهي؟ مش ده ملف الجوسون؟ بص لو فتحته هتلاقيه مكتوب فيه اسم البروجكت، وده ايه؟ كار اي سنتر واب، وهتلاقي الاستورج الاي دي بتاعه، وهتلاقي واخد اب اي دي، هتلاقي المحتويات الداتا بتاعته. اي واحد معاه الملف ده يقدر ياكسس على السيرفر. ما هو ده الملف الرئيسي اللي بياكسس على السيرفر اساسا، ويوزر نيم وباسورد. ايه؟ ايوه. فهو بيقول لك بيسمح لك بكده يعني. طيب كده رفعنا مين؟ الصوره. المفروض نسجل بيانات، صح ولا غلط؟ نسجل داتا. طيب عشان نسجل داتا تعالى بقى نفتح الكود فايل اوبن ريسين كار مينتنز بقى بتاعنا بقى كار ده، مش احنا كنا عاملين فيه كود الكونكشن، صح ولا غلط؟ وبعد كده كود التسجيل. طب ما كود التسجيل هو نفس الكود بتاع مين؟ بتاع ايه؟ كود التسجيل. لا كود السيف للداتا نفس كود ايه؟ ايه اللي هو بتاع ايه؟ الريجستريشن. هنا كنت بتسجل بيانات اليوزر، هنا بتسجل بيانات البراند. مع بيانات البراند مين بقى؟ اسم الماركه والايه والباس بتاعها، عشان الباس ده هحتاجه بعد كده اما اجي اعرض بيه. اما اجي اعرض بيه هحتاجه، مش انت لما تيجي تعرض بقى كده كده الماركه اتسجلت. لما تيجي بقى حضرتك كده تعرض صوره اسمها، صوره اسمها، صوره اسمها. طب الصورة من الفاير بيز، اسمها من الداتا بيز سيكوال سيرفر. فاهمين؟ طيب تعال بس نسجل الداتا. ايه؟ ما بيبطئوش؟ هو كده كده مع السيكوال سيرفر هيبقى بطيء، مع السيرفر بالذات. بس مع السيرفر بتاعنا ده، اما لو عملت الجودة دي لا. بس لا مش ما بتحسش بيه. بالعكس، انت خدت بالك الفاير بيز عامل ازاي؟ ده فاير بيس خفيف جدا، ده الميزه الوحيده اللي فيه كده كده. الداتا بيس فاكر؟ فاكر كنا بنقعد قد ايه عشان يسيف داتا اساسا؟ لا ده الميزه الوحيده في فاير بيس بصراحه بشع. بس هم لو يعملوا الحته بتاعت استراكشر داتا بيس انا مش هبعد عنه بصراحه، يعني مش هبعد عنه خالص، هفضل شغال فاير بيس. سريع جودة دي سريع، اصل في فلوس. عايز انا هديك الطريقتين، يا تشتغل ترفع الصوره على سيرفر فاير بيس، يتسجل الصورة جوه مين؟ جوه الداتا بيز. ادي الطريقتين التعامل مع الصور. طبعا اوعى تسجلها جوه الابلكيشن. طبعا هتسجل الصورة جوه الابلكيشن، صورة مع صورة مع الابلكيشن هيبقى تقيل جدا. ايه؟ ايه؟ هنحولها على جوه الداتا بيز. الابلكيشن هيبقى تقيل جدا جدا فوق ما انت متخيل. فلا تعالى بقى ادي كود الكونكشن اهو. ده كان بيعمل كونكشن، هنزود عليه. انت لو خدت بالك اليوزر الريجستر، الريجستر كودها فين اهو؟ كود الريجستر ده بتاع الميل وده بتاع السند اهو. كود الريجستر يا شباب الكود ده هم الشويه دول. قال لك شايف الكود ده؟ الكود ده كله بيستخدم مع الانسيرت والابديت والديليت. الثلاث سطور دول بيستخدموا مع الانسيرت والابديت والديليت، اللي هيختلف بس
ده هي دي، بس دي اللي هتختلف. انت عايز تقول ايه يعني؟ طالما حاجة واحدة بتتغير في كود يبقى نعمل ايه؟ نعمل، ما احنا عاملين كلاس، بنعمل جوه الكلاس ايه؟ ميثود. واللي بيتغير ده بيتسمى ايه؟ ايه؟ لا، الحاجة اللي بتتغير جوه الميثود تتغير بارامتر. استاذ عبد الله والله ما شاء الله، الحاجة اللي بتتغير جوه الميثود بارامتر. تأكد انك ما درستش برمجة. الحاجة اللي بتتغير جوه الميثود دي اسمها بارامتر. يبقى خلاص هنعمل ميثود، بدل ما اقعد اكرر الثلاث اربع سطور دول، كل دول كمان شايف لحد هنا، كل مرة استخدمهم بس بكلمة واحدة ايا كان تسميها عايز ايه. دي اول حاجة. طب اللوجن، بس خلي في اللوجن ساعة السيرش. بص يا سيدي هنعمل كده public. حد فاكر جملة insert كانت بترجع ايه؟ انتجر. ليه؟ عدد الصفوف اللي اتأثرت بالجملة int. تمام؟ ما انا هاخد الكلاس بعد كده في الادمن، انا برضه هسيبه هنا، ما كده هنحتاجه هنا. تمام؟ وهسمي الكود ده ايه؟ run dml، او عايز تسميه iud. ماشي اهو، insert update delete، تفتح قوس. اللي بيتغير الجملة، الجملة string stmt. كنت بتعمل ايه بقى؟ الكود اللي عملته في الريجستر اهو، واحد عرف لي متغير كريت ستيتمنت، اتنين عرف متغير اي ان تي وهينفذ الجملة، تلاتة تشيك على الجملة، يا اما هترجع كذا يبقى تلاقي توست تراك توست او ايلس كذا، ولازم تتحط جوه تراي ومين وكاتش اهو. شايف شوية دول اهم تتحط ترميهم هنا طبعا مع تغيير شوية حاجات. واحد ده ايرور ليه؟ عشان هنا اسمها ايه؟ اسم المتغير عندنا اسمه هنا ده اهو كونكشن. اخده كده كوبي كده، هيشتغل جوه كونكت دي بي وجوه مين؟ يبقى هيشتغل في كام حتة؟ يبقى لازم اعمل ايه؟ بابليك اهو اسمه كون. ماشي يبقى هنا اكتب كون. تعالى بقى الكود اللي هيتنفذ، هل دايما وابدا جملة انسيرت؟ لا، ده انا قلت لك يا انسيرت يا ابديت يا ايه؟ يا ديليت. مين اللي شال انسيرت او ابديت او ديليت؟ البارامتر اللي اسمه اس. البارامتر اللي اسمه ايه؟ اس. قلت له هترجع ايه؟ انتجر، صح الغلط؟ يبقى هنا هروح قايل له هشيل دي خالص كده، واروح قايل ريتيرن اكس. وريني الاكس، وريني الاكس اللي انت راجع بيها. هنا بيقول لك لو ايرو 26 27 ده بتاع ايه؟ اتسجلت حاجه، اتسجلت قبل كده، اتسجلت مثلا يوزر بنفس الاسم او اي دي، مش يوزر نيم بقى. هنا ممكن نقولها ازاي؟ هل جيت هتضطر تعرف كده اهو كونتكست سي. اكتب هنا سي. كونتكست دي يعني ايه؟ الشاشه اللي هتشغل الميثود دي. حطيتها في المين اكتيفيتي يبقى ادي له جمله انسرت مع مين اكتيفيتي، حطيتها في الديليت ادي له جمله انسرت مع ديليت، ديليت مع مين اكتيفيتي مع الشاشه. كونتكست دي بتشيل اسم الايه؟ الشاشه، اسم الاكتيفيتي. مش الكلاس ده هيشتغل في اي حته؟ هل انت ضامن هيشتغل في اي شاشه؟ الله اعلم. فهنا مكان السي ديت بدي له الشاشه اللي هيشتغل فيها. وهنا لو حصل ايرور وريهولي اهي سي سيف. كل ما احتاج كود في كود هنا ناقص، لا هنا بيقول لك ريتيرن ايه؟ زيرو بقى. ما هو طول ما دخل في كاتش يبقى حصل ايرور ولا ما حصلش؟ لا يبقى حصل، يبقى حصل، يبقى مش هينفذ حاجه، يبقى رجع لي صفر. صح غلط؟ يبقى مش هرجع حاجه. او عايز تو يرجع اكس مش عشان جوه بره مين؟ حد عارف ليه؟ عشان بره التراي. لو قلت اي ان تي اكس كده هتنفع.
تقول اكس ايكوال 0 دي قيمه افتراضيه بس كده، طلعها بره الكوز بس. ايه ده زيرو. تمام سيف. هاخد الكود ده كله بقى اشتغل بيه هناك. هاتوا بس كوبي كده، رايح للادمن، كليك يمين على الجافا، نيو جافا كلاس اسمه كده. طالما هاخده بنفس الاسم مفيش مانع انك تعمل كده. اهو مفيش اي حاجه غلط، حاجه واحده اللي ناقصه ايه هي؟ لا عارف، عشان نعمل كونكت بالداتابيز لازم يكون نستدعي المكتبه اللي هي بتاعت مين؟ الجي تي دي اس، صح ولا غلط؟ هي فين؟ كار سنتر. ما هي جوه كار سنتر. شو اسمه كار سنتر؟ كورس 11. اهو ده احنا حاطينه هنا، خد بالك بقى اهي. اخدها كوبي احطها بقى فين؟ في الادمن، بس هنا اختار بروجكت واختار لايبس، بيست فين ايه، اعمل لها اد، اد از لايبرري عشان يعمل عمليه الكونكت. هنا ايرور ليه؟ في حد فاكر دي كانت ايه؟ بيأكد ان مش المكتبه اللي ايه، البرميشن، البرميشن بتاع الانترنت، البرميشن بتاع الانترنت والنتورك اهي، بيأكد على البرميشن لازم تكون موجوده برضو هي كمان هنا في الادمن. اهي كده خلصت. تعالى بقى كود السيف بقى، هنعرف متغير للسيف وهعمل له انشاليزيشن. تمام حضرتك هتعمل سيف صح؟ السيف دي هيستخدم فيها الكونكت ايه؟ اللي بترجع اول حاجه يعمل كونكشن ولا يضيف؟ كونكشن صح ولا غلط؟ دي اول حاجه انه يعمل كونكشن. طيب ممكن ايه رايكم احنا، بس طبعا لا عشان مش هيرضى لو عايزين نعمل تيست، الكونكشن دي بترجع ايه؟ كونكت دي بترجع ايه؟ كونكشن، يبقى لازم اعرف متغير كونكشن سميه سي او كون ماشي. اف كونكشن يساوي نل، يبقى ايه اللي حصل؟ ما عملش كونكشن، يطلع ايه هنا؟ هنا يساوي، يطلع توست دوت ميك تكست جيت ابلكيشن جيت اكتيفيتي، عشان انت في فريجمنت تشيك ايه، شيك اشوف الانترنت بتاعك توست دوت لينس دوت شو. طيب في غلط ليه؟ قال لك الكونكشن مش معمول له انشالايز، هيساوي ايه؟ قال لك ما انا عارف هيساوي ده اهو، الكود ده اهو، الكود ده اسمه ايه اللي موجود جوه؟ اروح معرف متغير من نوع كونكت داتابيس، فين؟ طب الان اهي اسميه كون يساوي نيو كونكت داتابيس، وهنا يساوي كون دوت كونكت دي بي عشان اشغل الكونكشن. إلس يبقى كده في كونكشن. لا تعالى بقى جرب لي انسرت. طب الانسرت هيستخدم فيها الكود اللي اسمه ايه؟ اي او دي. محتاج
جمله الاضافه ومحتاج الشاشه اللي هتشتغل عليها وهيرجع اروح قايل اي ان تي اد يساوي كون دوت ران اي او دي. قال لي اديني الجمله، قلت له انسيرت انتو اسم الجدول اللي هتدخل فيه، قلت له اسمه كاربراند فاليوز. البيانات المراد تدخلها هتدخل كم حاجه؟ حاجتين. هنضيف الصوره، هنضيف الصوره براند ايمج ان فارت شار ماكس. شديك شايف شوف البص المسار كان قد ايه. قبل ما يحمل الصوره، اول حاجه الاسم سنجل دبل بلس تي اكس تي مين براند نيم دوت تكست. اقفل البلاس، اقفل الدبل، اقفل السنجل كوما. ليه؟ عشان الجملة دي كلها ثابتة متغيرة؟ ثابتة، أما الكيما اللي جوه التكست فاربط بين ثابت ومتغير ما بين بلاس. الباس تي اكس تي باس دوت تكست. حاجة ناقصة، خد اسم أول حاجة مين؟ ناقص الشاشة. أنا في شاشة مين؟ أنا في فريجمنت. يا ترى بقى ياخد فريجمنت؟ الله الله، هو عايز كلاس، هو ريكوايرد كونتكست. طب لو قلناها فريجمنت مش هتنفع؟ هو في الفريجمنت هنا لما قلت جيت اكتيفيتي صح؟ كان هنا بيبقى نوع ويلد كلاس ده اكستند من فريجمنت. طب احنا لو خليناه هو كمان الكلاس اللي احنا عملناه اكستند من فريجمنت عشان اقدر استخدم اكتيفيتي، هيبوظ حاجه؟ ولو جيت هنا قلت مش عايز دي، وجيت هنا قلت جيت اكتيفيتي، وليت هنا قلت get activity، جيت هنا قلت get activity كده. محتاج كم حاجة الميثود دي؟ اجي هنا بقى، هي فين؟ فين السيف؟ اقول له حاجة واحدة نجرب على كده. if لو الاكس لو الاد equal zero يبقى الراجل ده اتضاف؟ ها؟ لا، يبقى طلع لي توست قول لي براند نوت سيف. إلس يبقى حصل له ايه؟ يبقى اتضاف، يبقى طلع لي توست براند هاز بين سيفد دان او وات ايفر. طيب جرب، لازم على اتش تي سي صح؟ في ايرور؟ لا لا، ده ممكن عشان بس الشوت، لازم على اتش تي سي. بيقول لي انا قاعد بره، طب ارد عليه اقول له ده بقى اولع كده انا شد كل ما اشتغل شغلانه زفت حاجه تقلب بقى. الجروب كله بيتخانق مع بعض وجروب مستفز. ايه؟ جروب مستفز. بص كده شوفوا ليه
دي في صورة. أي صورة بقى؟ صورة الفولدرات أنت كنت بعتها لي. أبلود وبعد كده سيف. لازم طب ما ممكن الاتنين يبقوا إيه؟ حاجة واحدة بس، اعمل أبلود بس الأول. ممكن الاتنين حاجة واحدة وننجز. صح غلط؟ أدوس على سيف يعمل سيف وإيه؟ وأبلود. قال لي أبلود سكسيد. سيف. بص السيف بقى. ما يظهر بقول سيف اهو. تعالى بقى هنا، خش على الجدول كده، كليك يمين اديت. لا بس هو عشان السيرفر ده بطيء. لا على جودة دي سريعة، على جودة دي حلو. عقبال ما يفتح اهو، ثواني انا نزلت شوفر ليه اهو. الوحيده اللي نيت طبعا ساك من اللي فوق. اللي فوق ده احنا كنا واقفينه بايدينا، كنا واقفينه بايدينا. اللي فوق دول كنا واقفينهم بايدينا. طبعا مش ينفع تحسوا عشان احنا عندنا حاجه. طيب اهو الفاير بيز اهو، واخد بالك؟ لو خدت اللينك ده كده كوبي ورحت عملت كده بيست، هيجيب الصوره دي. الصوره اللي رفعتها اللي هي فولدرات خلاص اهي. طيب ممكن نخلي الصورة مش ده ابلود فايل. ايه المانع لما اخليها كده قط واخليها هنا مع بعض الزر واحد وانجز؟ صح ولا غلط؟ وجرب. انا مش عارف اقول له ايه صراحة. بص كده يا شباب، مثلا نسجل ايه؟ رينو. بعد كده هنضيف صورة، نحط صورة مش عارف صورة ابلكيشن كده. بص ادوس على سيف. بص كده المفروض اهو اتسيف وقال لي الصورة اترفعت. تعالى نجرب كده مع بعض كده. اعمل ريفرش. نزلت رينو، بس رينو ار سمول. طبعا عايزين نمنع الدوبليكيت في مين؟ في الاسم. نزلت اوبا، بس الصوره ما نزلت. بص ليه بقى يا باشا؟ الصوت ما هو ده شكله اللي هيحصل. لازم اخد الكود كامل فعلا. شايف الكود ده اهو؟ عشان الحته دي تتقري. فين اهي؟ عشان دي تتقري لازم اخد الكود كامل. هضطر اعمل كده اهو. بس هي ليه؟ انت عارف. لا قول لي الصح. هي شايف الاون كليك بتاع السيف دي؟ سيبك من ده، مش دي كانت فوق هنا؟ ده السيف صح؟ شايف الكود ده اهو؟ ده بدايته وده نهايته صح كده؟ قط احطه هنا اهو. بعد ما تتم بنجاح ويحمل الايه؟ الصوره. فاهم؟ بعد ما يحمل الصوره يحط الباص، اروح احط الكود ده كونكشن بالداتابيز. جرب كده. الكود جوه موجود جوه ايه؟ الفايل موجود جوه فايل. هندوس على فايل ابلود، مش هندوس على، عشان خدنا الانسرت حطيناه جوه فايل ابلود، مش الفايل ابلود جوه انسرت. لازم الكلام ده يتطبق بقى، عشان كده كلام كتير انا عارف. ما كل مره بقى خلاص احنا بدأنا بروجكت كيا. فين كيا؟
لا لا مفيش، مش عارف ايه دي، صورة حلاوة المولد ما شاء الله اليومين دول عاملة زي الفل. ابلود، بص كده شفت حلاوة المولد بكام؟ صحيح خرافية. قال لك ايه؟ اتضافت ومفروض اتسيفت. بص كده ريفريش كيا، المفروض مضايفين كيا اهي، ونزل بالباص بتاعها مرة واحدة زرار واحد على طول. يبقى كده اصبح يا احمد، اصبح الزرار ده اهو السيف ملوش اي لازمة، هنسميه هنا سيف اند ابلود، ولا ابلود اند سيف؟ يا سيف ابلود اند سيف تبقى افضل. ليه؟ تعب خلاص. بس شايف رفع الصورة بسرعة ازاي؟ اه. تمام؟ ده كده ملوش لازمة صح؟ مع ألف سلامة. لا ما هو ده لو اتشال تاني فوق باين؟ اه ده فوق. هنضطر بقى نعمل ايه؟ ما تنساش تخش تشيله من جوه عشان ما يضربش منك. السيف اهو، وده يتشم من هنا. سيف. المفروض كده عرض البراند. عندنا كام براند عارضينهم ليها صور؟ اتنين. وعندنا تلاتة من غير صور. يخش بقى يعرض ايه؟ الصور دي فين؟ في لسته بقى، عشان اول ما الشخص يدخل يلاقي شيفروليه، رينو، بي ام دبليو، كذا. يبدا يدخل بقى، نفس الكلام ده هيتعمل على الطيب، لدرجه لما اجي اخدها كوبي بيست. ايه اللي هيتغير؟ اسم الجدول واسم الفولدر اللي هرفع فيه الصوره، بس. نفس الكلام هعمله على الطيب، شاشه الطيب اللي هي اللي احنا عاملينها هنا. لو تفتكر. اللي هي فوق هنا اهو. نفس الكلام، شايف ده كده؟ هاخده كوبي ارميه هنا بالظبط. ليه؟ هيبقى نفسي بس هيزيد على حاجه. وانت بتختار الطيب حدد البراند، حدد البراند. بس هل هي الماركات ليها صور؟ الانواع ليها صور؟ لا، يعني مثلا هينداي الانترا، هينداي بس صح؟ ملوش صور ولا هنعملها. ما خلاص خلاص ملوش صور. ايه؟ صورة العربية بقى. عربية مين؟ لا انت ما بتبيعش. نوع انت عايز تحط الطيب جنبيه صورة، لو عايز الصورة نحط صورة العربية. صح كده، ماشي تمام. ده اللي يتاخد المرة الجاية ان شاء الله بقى.